تفاصيل النشرة مشاهدينا الكرام. تتواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والمنعقد في الإسماعيلية. خلال جلسة مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسؤوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يمر به المجتمع المصري الآن هو بسبب سنوات طويلة من عدم مواجهة الأزمات أو المشكلات الحقيقية التي تمر بها الدولة. وأشار الرئيس إلى أن الدولة الآن تسلك مسارا مختلفا وهو مواجهة الرأي العام بالحقائق، مؤكدا أن الدولة اتخذت هدفا أعظم هو تثبيت الدولة المصرية ومؤسساتها. كما أكد الرئيس أنه على مدى أعوام كثيرة كان هناك خوف من الخوض في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خوفا من رد الفعل. كما أعرب الرئيس عن تقديره للشعب عن تحمله وطلبه بالصبر والعمل كي ترتقي مصر. الهدف واحد، تثبيت الدولة المصرية عشان ما تقعش. تثبيتها عشان ما تقعش بس، ما حطيتش قدام عيني هدف استراتيجي اكبر من كده. ليه؟ عشان حضرتك السؤال اللي قالته الاستاذه ما احنا هنغضب بقى. فانا كنت كل هدفي ان احنا ما نغضبش بحاجتين. بان انا ازود لك فهمك الحقيقي لحجم المشكله عشان تقف معايا فيها. وبالمناسبه انا لما جيت قلت لكم في اثناء الحمله حجم التحدي اللي في مصر، طب انا هقول لكم هاتوا كلامي كله اللي قلته في الحملة وشوفوه، إن لقيته فيه تغيير عن اللي أنا بقوله دلوقتي يبقى لكم الكلام ده. معناه إيه؟ معناه في تقديري إن التوصيف اللي إحنا بنوصفه لواقعنا ما تغيرش. يعني المرض واحد، المرض واحد. وكنت بقول لكم ساعتها من 3 سنين ونص ولا 4، بقول لكم يا جماعة ده إحنا فلوسنا كلها الموازنة بتاعتنا عشان ما تنسوهاش ربع 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 سلف وربع خدمة دين وربع دعم. مش كنت بقول لكم كده؟ يتبقى ايه ليكوا عشان اعمل لك حاجة تليق بيك يا مصري كمواطن، كإنسان بتتعلم، كإنسان بتتعالج، كإنسان كذا؟ ما حصلش. وفي كلمته خلال جلسة مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسؤوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن، أرجع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المصرية إلى التوسع في الاستيراد وتحرير سعر صرف الجنيه وزيادة تكلفة النقل، إلى جانب الزيادة السكانية المضطردة وزيادة الطلب على السلع ووجود بعض الممارسات غير المنضبطة في الأسواق، بالإضافة إلى قيام بعض التجار بتصدير أنواع من السلع الغذائية. بالنسبة لجهود الدولة لتخفيف أعباء زيادة الأسعار في كذا محور بنشتغل عليه. أول حاجة إن احنا عندنا مخزون استراتيجي لمدة 6 أشهر، وده بنسعى لتحقيقه. في فترة كان في صعوبة نتيجة لإنه التوافر النقد الأجنبي وعمليات الاستيراد وانتظام عملية الاستيراد وبناء هذا المخزون كان بيتكلف تكلفة ليست بقليلة، لكن اعتقد ان النهارده الحمد لله احنا النقد الاجنبي متوافر في البنك المركزي والبنوك الوطنيه، وبالتالي بنعمل على بناء مخزون استراتيجي لمده 6 أشهر. توفير السلع الغذائيه في خلال الفتره اللي جايه ال4 أشهر مع دخول رمضان بنسعى ان شاء الله انه يبقى فيه وفره من السلع، تحديدا اللحوم، الدواجن، الاسماك بكميات مناسبه، بحيث ان الوفره دي تساعد على خفض الاسعار. خفض اسعار سلعه ممكن يساعد على خفض اسعار سلعه اخرى، لان السوق مرتبط ومتشابك. وفي كلمته قال وزير التموين علي المصلحي اننا امام تحد حقيقي ناتج عن الرغبه في الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى ان الرئيس السيسي وجه بضروره توفير احتياطات السلع الرئيسيه. كما اشار وزير التموين الى ان مصر تستورد 55% من القمح، وعلى اثر ارتفاع الاسعار في الخارج تم زياده السعر في الداخل حتى يمكن تحقيق توازن بين الاسعار العالميه والمحليه. الحمد لله عندنا احتياط استراتيجي من القمح، والحمد لله الموسم
السنة دي مبشر. بانتهاء هذا الموسم هيبقى عندنا 5 أشهر، وده رقم لسيب. احنا عندنا 1.6 احتياطي من المستورد النهاردة على الأرض، بالإضافة إلى هناك اعتمادات مفتوحة، وإن شاء الله نجيب 4 مليون طن محلي. اعتماداتهم من وزارة المالية معتمدة، وبدأنا الشغل بمنظومة منضبطة. إذا توفير الاحتياطات الاستراتيجية لنمرة 1، سواء من القمح، سواء من الزيت، سواء من السكر، سواء من كافة السلع الأساسية، وكذلك المجموعة البروتين سواء الفراخ أو اللحمة أو الأسماك. عقب انتهاء جلسة أفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وأفاق التنمية في محور قناة السويس، استوقف الرئيس السيسي الشاب أحمد رأفت من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما عقدت صباح اليوم جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، وهو حين عرض ممثلون عن الشباب من الوزارات المختلفة رؤيتهم لخطوات الإصلاح ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، من بينها تجديد الخطاب الديني وبرنامج تكافل وكرامة وكيفية تقديم الدعم لفئة المجتمع كافة. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأستاذ الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. أرحب بك دكتور. الدكتور فخري الفقي ينضم إلينا عبر الهاتف، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. الدكتور فخري هل تسمعني؟ أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. الدكتور، يعني بالتأكيد جميع المصريين تابعوا فعاليات اليوم الثاني لهذا لملتقى الشباب الثالث، وهو ملتقى دوري. يعني كيف هو، يعني كيف هي قراءتك لهذا اليوم والجلسات التي عقدت اليوم؟ حقيقة هذا الملتقى مهم جدا، وزي ما أشار الرئيس عرفت حسين، يعني تعتبر يعني منصة أو فرصة للحديث من القلب بالمكاشفة والمصارحة لكل أبناء مصر، مسؤولين وشعب مصر في نفس الوقت، لأنه حجم التحديات كبير، وأنه بيضع كل مسؤول يعني أمام مسؤوليات وأمام التحديات. وأشار مع شباب مصر وكافة المسؤولين بأنه المسألة لابد أن تؤخذ يعني بعزم أكبر. نعم. لأنه عندي بالنسبة يعني قضية الغلاء والتضخم، حتى يعني مسؤولي صندوق النقد الدولي أشاروا في اجتماعات الربيع أنه ما يواجه مصر من تحدي كبير، وهو ضرورة مواجهة الغلاء بكافة السياسات والتدابير الاحترازية التي تعمل على تهدئة الغلاء، لأنه ده مهم جدا أنه يتم مواجهة هذا الغلاء، لأنه يقع يعني تحت وطئته الطبقات الفقيرة والطبقات شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة. ولذلك النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتحدث ب يعني بضرورة العمل بجد واجتهاد، ليس فقط المسؤولين ولكن يعني الشعب ايد في ايد في هذه الحاله، بانه كل فرد من ابناء مصر لابد من الاصلاح الاقتصادي وتحمل تبعاته، ولكن هناك المقتدر لابد ان يتحمل يعني اعباء اكثر من غير المقتدر، وعلى الدوله ان تحمي الطبقات الفقيره والطبقات غير المقتدره في هذه الحاله. تمت الاشاره الى معدلات النمو السكاني، ولا بد من يعني ان يكون جهد التنموي اضعاف مضاعفه النمو السكاني، ولا بد من تلكيم معدلات النمو السكاني المتزايده، في نفس الوقت ضروره العمل بجد واجتهاد وتوفير الانتاج وتوفير فرص عمل بمزيد من الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، لانه ده من الاهميه. كمان يعني استعان بكل المسؤولين سواء كانوا اللي هم في يعني يتعرف على وجهة نظرهم فيما يتعلق بكيفية مواجهة الغلاء والتضخم في هذه الحالة، سواء كان من
ممثل وزارة المالية، سواء كان وزير التموين، سواء كان وزير على ذكر يعني الشباب اللي مثلوا الوزارات المختلفة، دكتور فخري، ما هو انطباعك حول يعني تفاعلهم حول القضايا الاقتصادية خاصة من هذه الملفات، وأنت متخصص حضرتك في الاقتصاد، يعني كيف كان انطباعك عنهم خاصة وأن في يعني كثير من الأوقات ما بين اليوم والأمس أكد رئيس أن هؤلاء الشباب هم عماد الدولة المصرية ويعني أساس الدولة؟ هو بالتأكيد يعني طالما أن هذا هو اللقاء الثالث على التوالي في هذه الحالة لفتح المجال أمام شباب مصر الواعي، خاصة أن مصر دولة فتية لها 55% من سكانها شباب، لأنه يعبر بصراحة عن طموحه وعن آماله في هذه الحالة فيما يتعلق بخلق مزيد من فرص العمل، بأنه يعني يستطيع أنه يعرض أفكاره، تحتاج طبعا أمام المسؤولين وأمام شعب مصر في هذه الحالة. أعتقد أن دي مسألة مهمة بالنسبة لشباب مصر، لأنه هو ده المستقبل، وعليه في هذه الحالة فيما يتعلق ب الإسكان الاجتماعي، فيما يتعلق ب يعني المواصلات، فيما يتعلق بالدعم، فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي وحماية الطبقات الفقيرة. بيتعرف على وجهة نظر هؤلاء الشباب، لأنه فكره بيكون غير تقليدي، بيكون فكره بيتطلع إلى المستقبل. أعتقد ده مفيد، وأتمنى إنه هذا الملتقى يستمر للسنوات القادمة، بحيث انه في يوم من الايام هؤلاء الشباب سوف يحتلون مناصب يستطيعون تحقيق امالهم وطموحاتهم. نعم دكتور فخري، هل ترى انه يجب دمج هؤلاء الشباب من شارك في هذه الفعاليات وهذه الجلسات الخاصه بالجانب الاقتصادي في المشروعات التي خاصه العملاق منها المشروعات القادمه، يجب ان يدمجوا فيها؟ بالتاكيد، يعني التحدي من ضمن التحديات الهامة هو كيف يمكن يعني شمول الشباب وما نسميها بالنظرة الشمولية، لأن الشباب ما زال يعني نحتاج إلى يعني أن يتم احتواء جهده الجبار في الفترة الحالية والمستقبلية. المسؤولين كل من يستطيع أن يجذب شريحة الشباب في مصر ده تحدي كبير جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعتبر أنه يعني مشاركة الشباب ودخولهم في يعني حلبة السباق من أجل التنمية ومن أجل عرض أفكارهم والمساهمة، سواء كان في إطار المبادرة الرئيس ب 200 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، ده مهم جدا. نعم. الى جانب انه الشباب يعني يتعرف على لماذا تقوم الدوله بانفاق تريليون و40 مليار جنيه مصري على 8 مشروعات قوميه هي اساسا لبنيه اساسيه لا يقبل القطاع الخاص عليها، ولكن دي مسؤوليه الدوله عليها ان تقوم بهذه البنيه الاساسيه، سواء كانت شبكة طرق قومية، سواء كانت إسكان شعبي، كانت استصلاح أراضي الجنود. إذا ما اقتنع الشباب بأن هذه المسؤولية هي مسؤولية الدولة، وأيضا الخروج من الوادي الضيق في بالمدن الجديدة. نعم دكتور فخري، على ذكر مسؤولية الدولة تجاه الشباب المصري في هذه المرحلة، يعني هل ترى أنه من ضمن هذه المسؤوليات هو يعني مشاركة الشباب اليوم في يعني مشاركة الرئيس رئيس الجمهورية وهو يتابع سير العمل في مشروعات عملاقة مثل يعني أنفاق قناة السويس ويعني مشروع محور قناة السويس بصفة عامة، عندما يروا مع رئيس الجمهورية مثل هذه المشروعات، يعني ربما يكون هذا له تأثير كبير على في المقام الأول على نفسيتهم وعلى أدائهم في المستقبل؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يكد ولا يتعب في انه يواصل مسيرته من اجل يعني دمج الشباب في المنظومه، منظومه يعني التنميه في مصر،
ولذلك ده تحدي بالنسبة له. وعشان كده هذا المؤتمر والملتقى الشهري يرى الرئيس السيسي أنه يعني جهد مستمر إشراك الشباب في مسؤوليات اتجاه مصر في هذه الحالة. يوم بعد يوم أعتقد من الواضح الرئيس السيسي يعني عرض يعني هنا أمراض اللي بيعاني منها تعاني منها مصر فيما يتعلق بالبيروقراطية والروتين، عندما أشار إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية تتقدم خطوة إلى الأمام ثم تتراجع خطوة إلى الخلف، ولذلك ينبه بصراحة شديدة بأنه لابد من العمل والسير قدما. وده تحدي بالنسبة له. ومين اللي هيقدر يقوم بهذا؟ شباب مصر. وأعتقد أنه جرى الاستقرار فانه الرؤساء يضعون حجر اساس، لكن الرئيس الفتاسي لا يضع حجر اساس، هو بيفتتح مشروعات تم تنفيذها بالفعل. وربما يعني عندما يشارك الشباب في هذه يعني في سير العمل لهذه المشروعات وافتتاح مشروعات يعني قائمة بالفعل على أرض الواقع، ربما يكون هذا يعني مهم جدا وإيجابيا بالنسبة للشباب. بشكرك شكرا جزيلا للدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. دمتم في رعاية الله. في أمان الله.